اتنين، الدكتور عاصم كان مهم ان يقول لينا برضو ان محطه التحليه اللي موجوده دي هي ضمن خطه الدوله لبناء محطات تحليه على المدن المطله على البحر المتوسط والاحمر، بحيث ان احنا في النهايه نبقى الميه بتاعه النيل تكون لداخل الجمهوريه وتقابل النمو السكاني المحتمل خلال الخمسين سنة الجايين. لأن احنا بنقول ان احنا حاليا ما لدينا من مياه على عدد سكاننا اقل من 500 متر مكعب مياه في اليوم، اذا في السنة ولا ايه. فاذا انا محتاج ان انا اقابل النمو المحتمل في طلب على المياه بالنمو اللي هيحصل في السكان. فكانت المسار هنجيب مياه منين؟ هنجيب مياه للنمو السكاني منين؟ فكانت الفكرة ان احنا بنعمل، وانا بقول الكلام ده، الكلام اللي احنا بنقوله ده واللي بيقوله دكتور عاصم ده خطة دولة، خطة خبراء وعلماء، مش يعني اوعى حد يزعل مني، يعني مش هقعد رجلي على رجلي واقول كلمتين في موضوع يا جماعة، لا دي دولة يعني من خيرة العلماء سواء في الجامعة او في الوزارات المعنية هي اللي حطت التصور ده. وبالمناسبة التصور ده مش وليد النهارده دكتور مصطفى، يعني مش كده ولا لازم تقولوا كده يا دكتور عاصم؟ ده مش وليد، يعني ده مش وليد، يعني ايه يعني؟ مش احنا بس اللي عملناه، لا ده كان موجود قبل كده والدوله كانت بتفكر فيه، ولكن يمكن الظروف ما تحتش ان هي يتعمل. فالخطه بتاعت الميه قلنا لا، يبقى احنا محتاجين ان احنا نعمل تحليه ميه، ويبقى المدن الساحليه زي حتى العالمين فيها محطه 150 الف متر مكعب. شرق بورسعيد فيها 150 الف متر مكعب ميه في اليوم، مش كده ولا؟ صحيح والجلاله فيها 150 الف متر مكعب ميه في اليوم. المدن الجديده كلها احنا حاطين فيها محطات تحليه كلفتنا كتير عشان نبتدي. ما هو انا بس عايز اقول لكم، احنا بنقولنا ان احنا اللقاءات اللي زي كده فرصه ان احنا نتكلم مع نفسنا ومع اهلنا اللي موجودين، مش بس في الدقهليه والمنصوره، لا في كل الدوله، عشان تبقوا عارفين اللي احنا بنعمله وفقا ليه. يعني هي مش زياده فلوس معانا يا دكتور عاصم، صحيح، لا دي امور مش هقول ملحه، دي حتميه لازم نعمل كده، ولو ما عملناش كده يبقى احنا قصرنا في حق الحاضر والمستقبل، ولا يا دكتور مصطفى؟ فانتوا، وانا عايز اقول لكم انتم كمجلس وزراء محتاجين تتكلموا على الاقل كل مره فيها مجلس وزراء في موضوع من الموضوعات ديت عشان نشكل حاله فهم حقيقيه.